بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أصحاب السمو والمعالي ممثلي قادة دول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدولة الخليج العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في مستهل كلمتي أن أتقدم بجزيل الشكر لأخي خادم الحرمين الشريفين وإلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد والتنظيم المتميز لهذه القمة، مشيدا بحرص كافة الأخوة على عقد هذا اللقاء لنتمكن معا من دعم عملنا الخليجي والعربي المشترك والحفاظ على مكاسبنا وتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا من أمان وطموحات. وإذا تقدم لكم جميعا بالتهنئة على ما تحقق لنا من إنجاز تاريخي في الإعلان اليوم عن توصلنا إلى توقيع على بيان الأولى، فإننا نستذكر الدور المخلص والبناء الذي بذل في هذا الصدد المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح طيب الله ثراه، والذي ساهم بشكل كبير في نجاح هذا الاتفاق